تابعونا، لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك آخر المستجدات. الثامنة والدقيقة الثامنة على أمواج ميديا، أهلا بكم مستمعين الكرام إلى عدد جديد من برنامج ميادين، نخصصه اليوم للحديث عن جديد البطولة المغربية الاحترافية وحصيلة الجولة 27. الوداد يقترب من اللقب والرجاء يقيل مدربه رشيد التوسي. مساء الخير حسن. مساء نور يوسف، مرحبا بالمستمعين الكرام والمستمعات الكريمات. طبعا عدد سنتحدث خلاله بداية عن فريق الرجاء البيضاوي حسن، قبل أن نتحدث عن الوداد الذي يقترب من اللقب بعد فوزه على نهضة بركان بفضل هدف جديد للمهاجم الكونغولي بينزا الذي أصبح هدف للبطولة ب14 هدفا. حسن، ربما الوداد عاش السيناريو المثالي أمس حتى مع انقطاع الكهرباء بالملعب، تأخر المباراة، تلقى أخبارا سارة من مدينة الدار البيضاء ثم سجل هدف الانتصار. نبقى في البداية مع الرجاء، ثورة ربما سيعيشها الفريق الأخضر خاصة بعد الخسارة أمس. قلناها بالأمس يوسف، تركنا المستمعين بعد يعني قبل بداية الشوط الثاني بلحظات، قلنا بأنه لا شيء تحقق العبرة بالخواتيم في أي مباراة بكرة القدم، هو ما حدث فعلا. فريق الرجاء صحيح أن كان أنهى الشوط الأول متقدم بهدفين لواحد، لكن اتضح بأنه فريق الرجاء يفتقد، نقولها هذه شخصية الفريق البطل، شخصية الفريق الذي ينافس على اللقب، تخبط على جميع المستويات زكته هاته الهزيمة. صحيح قد تكون هناك بعض الأخطاء التحكيمية، فريق الرجاء أكمل المباراة بعشرة لاعبين، لكن ذلك لا يبرر الأداء الباهت لفريق الرجاء الرياضي، وذكرناها بالأمس. الفريق يفتقد يسجل عن طريق كرة الثابتة وهو ما حدث بالأمس، لكن يفتقد لنقول منظومة لاعب ثابتة. الفريق قل ما يسجل بهجمات منظمة، بالأمس اتضح ذلك. فريق أولمبيك أسفي، لا نبخس حقه، لعب بإمكانياته، استطاع أن يسجل هدفين، استغل النقص العددي في صفوف فريق الرجاء البيضاوي، ونقولها أسقط ورقة التوت التي كانت تغطي على أداء فريق الرجاء. فريق الرجاء الذي يجد نفسه هذا الموسم بثلاثة مدربين، يكمل الموسم على وقع هاته الهزة، وهو الذي كلما تحسنت ربما ظروفه إلا وتأتي مشاكل لتجعل الفريق يبدأ من جديد. الآن صحيح يجب عليه أن يكمل الموسم، وعلى الإدارة أن تستشرف المستقبل، وأن يكون عزيز البدراوي على قد أو على قدر الرهانات التي وضعها ورسمها حين انتخابه رئيسا. طبعا الرجاء الأمس استحق الخسارة دون أدنى شك، لكن كان هناك قرار تحكيمي مثير للجدل، وكان ينبغي على حكم المباراة نحيح أو بالبصير في غرفة الفار. العودة إلى لقطة تدخل عنيف على نجومة، وكانت هناك حالة طرد واضحة، لا تفسير لعدم عودة حكم المباراة إلى الفار والقيام بما يجب عليه أن يقوم به وطرد لاعب فريق أولمبيك أسف. على العموم نترك المباراة، نبقى مع الشق المتعلق بالإدارة، إقالة المدرب. ينضم إلينا الصحفي الرياضي محمد بالعودي الذي نعرفه قريب جدا من كواليس النادي الأخضر. سي محمد مساء الخير. مساء الخير سي الساطير، وشكرا على الاستضافة. سي محمد، في البداية ربما عزيز البدراوي يضرب على الطاولة بيد من حديد منذ البداية، أيام منذ 16 من يونيو تاريخ وصوله إلى رئاسة النادي، الآن يغير المدرب بعد أن كان تحدث قبل أيام أن هناك مشروع وإمكانية استمرار رشيد الطوسي، إلى أن رأسية كلاوديو مهاجم أولمبيك آسفي بالبيضاء أمس كانت كفيلة بدفعه نحو إقالة المدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. كنظن بأن التصريحات شيء والواقع شيء آخر، يعني البدراوي يتحدث مثلا عن رغبته في الحفاظ على الطاقم التقني على الاستقرار، ولكن في فريق مثل الرجاء والضغط الذي يعيشه الفريق مع الجماهير، فكنظن يحتاج إلى مسيرين لهم شخصية قوية من أجل إنجاح المشروع. أعتقد بأن رحيل الطوسي كان تحصيل حاصل، ولكننا كنا نعتقد بأنه سيرحل مع نهاية الموسم، ليس في قبل ثلاث دورات من انتهاء الدوري الاحترافي. ربما الهزيمة بالأمس أجلت برحيلي، وأتفق مع
سي حسن من يتكلم على المنظومة وطريقة اللعب، لأن الرجاء إلى نتحدث عن فريق بطل فلا لا يمكن أن يظهر بالصورة التي ظهر بها بالأمس، وكذلك في المباراة السابقة مثلا أمام شباب المحمدية ومباراة أخرى باستثناء مباراة ديربي التي أظهر فيها وجه مشرف، فمباراة أخرى كان الفريق يعاني وأحيانا لا يفوز إلا في الدقائق الأخيرة. نعم. وهذا لا أعتقد بأنه يعني صفة البطل، عندما نتكلم على البطل صفة البطل نتكلم على فريق مثلا مثل الوداد الرياضي يفوز في مباراة كبيرة مثل بركان، يفوز بالنتيجة بالأداء كمجموعة يعني فريق قوي، لكن عندما ترى الوضع داخل فريق الرجاء الرياضي والعلاقة بين اللاعبين والمدرب أعتقد بأن هناك أشياء في الكواليس غير سليمة ساهمت في النتائج التي يحققها الفريق حاليا، وكذلك ساهمت حتى في العلاقة المهزوزة بين المدرب وبين مجموعة من اللاعبين. فأعتقد بأن رشيد طوسي لم يحسن تدبير المجموعة ولم يحسن عملية التدوير داخل المجموعة، يعني مجموعة من اللاعبين غابوا على التنافس بشكل كبير ولم نراهم في مباريات كثيرة، ثم بعد ذلك نجدهم كلاعبين أساسيين، كذلك الوردي مثلا لم يلعب يعني يدخل أي مباراة منذ أشهر ونجد لاعب أساسي ويكمل المباراة. نعم. يعني أشياء كثيرة تطرح علامة استفهام داخل الرجاء. وأيضا كان خروج لعبد المنعم بطويل في مواقع التواصل الاجتماعي وكان يشير بوضوح إلى الخلاف وأنه الآن مرتاح ربما أكثر لإقالة المدرب. هناك جزئية أخرى تهم كثيرا جمهور الرجاء، اللاعبين الذين تنتهي عقودهم نهاية هذا الموسم تقريبا أكثر من 11 لاعبا أو أقل بقليل، تنتهي عقودهم سي محمد بالعودي نهاية هذا الموسم ويلعبون آخر مباريات حاسمة من أجل تحقيق اللقب، وقائد الفريق أنس زنيتي هو من ضمن هذه العناصر. كيف لهؤلاء اللاعبين أن يركزوا على نهاية موسم مثيرة ويواجهون الوداد خصم قوي بطل إفريقيا؟ هو يعني ملفات كثيرة ومهمة في انتظار عزيز البدراوي، والشق التقني أهم بكثير من الشق التسييري، أو لنقول بأن من يتحكم يعني في نجاح يعني المشروع هو يعني الجانب التقني، يعني ممكن أنك تجيب أموال وأفكار ومشاريع ولكن لما كنتش كتحقق نتائج وما كانش عندك فريق قوي ينافس على الألقاب فالمشروع سيكون فاشلا مهما كانت الأفكار ومهما كانت حجم الميزانية التي سيضخها على البدراوي في ميزانية فريق الرجاء الرياضي. بالتالي يعني الشق التقني شق مهم، ومنين نتحدث عن الشق التقني لا نتحدث فقط على ضرورة جلب لاعبين وإطار تقني في المستوى، بل نتحدث على الاختيارات، يعني لاعبين ما كنتكلموش على القيمة المالية بقدر ما نتكلموا على القيمة التقنية والإضافة التي سيمنحها الفريق الرجاء الرياضي، باش لأن يعني شفنا الرجاء في امتحانين يعني في ميركاتو الشتوي وميركاتو الصيفي. نعم. كانت مشاكل ولاعبين ما عطاو حتى شي إضافة وبالتالي أضاعوا الفريق أموال ووقت ومجموعة من الأشياء. أعتقد بأن أول ملف يواجه عزيز البدراوي حاليا هو ملف جديد لمجموعة من اللاعبين. أكيد أن الدين للمجموعة من اللاعبين هو دين مشتت، ومن يتحمل المسؤولية ليس عزيز البدراوي بل المكتب المسير السابق، لأنه كان خصو يفتح ملف ديال جديد اللاعبين قبل عدة أشهر باش يحسن في المستقبل المجموعة من اللاعبين ومجموعة من الركائز، اللاعب اللي عنده استعداد أنه يواصل مع الفريق غيجدد العقد دياله، واللاعب اللي ما عندهش استعداد أنه غيجدد مع الفريق يعني غيكون حاسم كذلك في المستقبل دياله، وتكون الأمور واضحة يعني سلفا أو مسبقا داخل فريق الرجاء الرياضي. يعني اليوم الرجاء بحاجة أولا إلى أداء مجموعة من النزاعات باش تفادى المنع من التعاقدات، بحاجة إلى تجديد عقود مجموعة من اللاعبين، بحاجة إلى تعزيز صفوف الفريق، وبحاجة إلى طاقم تقني. هذه كلها ملفات لي مهمة اللي خص عزيز البدراوي يحسن فيها في أقرب وقت، لأن الفترة بين توقف انتهاء البطولة وبين البداية ديالها ما غتكونش فترة اللي هي طويلة، يعني تقريبا أقل من شهر، وبالتالي بحاجة إلى الحسن في هذه الملفات في أقرب وقت من أجل إعداد الفريق للموسم المقبل. نعم يوسف، يعني يتحدث وشاطر سي محمد بالعودي في هذه النقطة لما تحدث على انتدابة اللاعبين وضرورة توازي ما هو تقني وما هو تدبيري في فريق الرجاء، لكن على مستوى التقني اتضح في المرحلة الماضية بأن الانتدابات يجب أن تكون على مستوى الكيف وليس الكم، على جودة اللاعبين وليس بكثرة اللاعبين، لأنه لاحظنا مجموعة من اللاعبين قدموا إلى الرجاء لم يوفقوا في تقديم
قيمة الإضافة، والعكس الذي يحدث لدى الجار والغريم الوداد الرياضي. فريق الوداد اتضح بأنه بمجموعة مقلصة، الفريق منع من الانتدابات فترة من الفترات، لكن الانتدابات التي قام بها الفريق في الفترة الماضية أعطت أكلها قبل يعني الليبي مؤيد اللافي إضافة مميزة، تسومو وأيضا بنزا إضافة مميزة، الفريق جلال الداودي على مستوى خط الوسط إضافة مميزة. نتحدث عن النوعية، نوعية اللاعبين، نتحدث أيضا عن فريق الوداد يعني تشكيلة محدودة نسبيا، ونقولها ونتفق على ذلك، وأيضا شخصية المدرب، المدرب يثق في مجموعته يدافع عنها في كل فترة، فكانت نتائج الوداد هذا الموسم بأداء أفضل. واقعي، وحتى حدود اللحظة تتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا وتصدر البطولة الاحترافية. يكفي أن نقول أن فابريس نجوما في مباراة شباب المحمدية لعب كجناح أيسر هجومي، وهذا يظهر حجم المحدودية التي يعيشها فريق الرجاء. نختم معك سي محمد بالعودي سريعا في أقل من دقيقة لكي نتحدث أكثر عن الوداد، هل نتجه نحو عودة فوز البنزرتي، فوز البنزرتي الذي يتصدر إلى جانب الترجي يدرب اتحاد المنسير الدوري التونسي وقد ينهي الموسم كبطل لتونس أو يحتل المركز الثاني، هل هناك اقتراح هذا الاسم في كواليس الفريق؟ ليس فقط اقتراح، بل بدأت الاتصالات بالوكيل ديالو اللي هو الابن ديالو من أجل يعني، وهي كانت اتصالات صراحة مسبقا يعني، الابن ديالو تلقى اتصالات مسبقة من أجل عودة الوالد ديالو لفريق الرجاء الرياضي، لأن كيف قلت رحيل رشيد طوسي كان سيكون بنهاية الموسم الرياضي الحالي، يعني كان إجماع داخل فريق الرجاء الرياضي أن رشيد طوسي لا يمكن أن يكون مدربا للفريق في الموسم المقبل، بالتالي بدأ التمهيد العودة ديال الفوز البنزرتي مبكرا. أعتقد بأن المفاوضات غتكون معه، ومسؤولين ديال الرجاء يعتقدون بأنه هو رجل المرحلة، لأنه يعرف اللاعبين، يعرف الرجاء، يعرف الدوري الاحترافي، بالتالي ما يحتاج لواحد الوقت باش يتأقلم مع الوضع داخل فريق الرجاء ومع الدوري الاحترافي. شكرا جزيلا لك محمد بالعودي الصحفي الرياضي من الدار البيضاء. مرحبا. شكرا جزيلا لمحمد بالعودي الذي يرافقنا دائما عندما يتعلق الأمر بفريق الرجاء البيضاوي، وهو يتحدث عن إمكانية عودة فوز البنزرتي من جديد إلى الإشراف على الفريق. نغير الوجهة ليس بعيدا عن الوداد كثيرا، لكن إلى عن الرجاء، لكن إلى الوداد، رفقة اللاعب السابق لفريق الوداد البيضاوي عبد الإله منصور للحديث عن الوداد أكثر. سي عبد الإله مساء الخير. مساء الخير أخي يوسف، ومساء الخير جميع المستمعات ومستمعين راديو ميديا. طبعا بعيدا عن هذه المشاكل الإدارية وما يعيشه الرجاء، الوداد مستقر يفوز بصعوبة صحيح، لكن بثقة على نهضة بركان بهدف بنزا، ويقترب خطوة أخرى من الاحتفاظ بلقب الدوري البطولة المغربية الاحترافية. الآن 6 نقاط كاملة لصالح الوداد قبل 3 مباريات من نهاية البطولة. بالفعل كما شفنا فريق الوداد البيضاوي عرف كيفاش يجيري الامور ديالو من بعد مقابله ديال الديربي اللي شفنا، كان داك الفوز ديال فريق الرجاء البيضاوي في الديربي فعطاه واحد الامل كبير، وبقى الفرق ديال ما بينه وبين الوداد اللي هو نقطه، فعطاه واحد الامل، ولكن شفنا على ان فريق الوداد عرف كيفاش يجيري الامور ديالو عكس فريق الرجاء البيضاوي اللي من بعد مقابله الديربي مربح حتى مقابله، كان تعادل مع شباب محمدية ونهزم في هذه المقابلة الأخيرة، فلهذا هنا بانت شخصية البطل ديال فريق الوداد البيضاوي، وعرف كيفاش يفوز خارج الميدان ديالو على المقابلة اللي كانت قوية مع النهضة البركانية، وشفنا الصعوبة ديال المقابلة، ولكن كان هناك واحد الصبر ديال اللاعبين والصبر حتى ديال وليد الريغلاغي باش ياخذ باش يديروا دوك التغييرات اللي صراحه المقابله كانت مهمه لفريق الوداد البيضاوي، واستطاع باش يربح 3 نقاط اللي هي مهمه، ووسع الفارق بينه وبين الرجاء البيضاوي 6 نقاط، وغادي يجري هاد 3 مقابلات اللي بقاو بواحد الشكل اللي فيه واحد شويه ديال الاريحيه. انا شفنا احنا حتى الفرحه ديال وليد الركراكي من بعد تسجيل الهدف كانت فرحه هستيريه، وكانت فيها واحد الاطمئنان على ان اللقب قرب بشكل كبير لفريق الوداد البيضاوي.
طبعا اقتراب من اللقب بفضل هذا الفوز الغالي بالنسبة للوداد الذي يفوز للموسم الثاني على التوالي بمدينة بركان. حسن تحدث عبد الإله منصور عن الفرحة الكبيرة لوليد الركريكي الذي عادة يكون هادئ على الخط، لكن الانتصار على بركان واستماع إلى خبر تأخر الرجاء وخسارة الرجاء بأسفي يجعل الأمور تصبح أكثر يسر وتجعل وليد الركريكي يفكر أن اللقب صار اقترب جدا من النادي. أكيد فرحة كبيرة لوليد الجميل في وليد الركريكي كما ذكرت سابقا هو أنه مؤمن بهذه المجموعة، مؤمن بحظوظ فريقه ويعترف بمسؤوليته في الهزيمة في لقاء الديربي التي قلصت الفارق إلى نقطة بين الرجاء والوداد. اعترف بأن فريق الوداد لم يكن يستحق الفوز بالمباراة، مر بجانب المباراة مباراة للنسيان، لكن بسرعة الفريق استجمع قواه، سجل ثلاثية أمام فريق شباب سوالم بالأمس، أمام فريق نهضة بركان لعب بواقعية كبيرة، لاحظنا غيابات عديدة، أن يغيب جبران، أن يغيب الحسوني، أن لا تجد تسومو المطرود في لقاء الديربي، أن لا تجده في دكة البدلاء، غياب عطية الله بسبب الإصابة، أكيد هي أمور جعلت فريق الوداد يلعب بنوع من التحفظ، لكن لاحظنا استيقاظة ربما في الشوط الثاني بعد التحفظ في الشوط الأول، والفريق لعب كل حظوظه في هذه المباراة، آمن بكل حظوظه، كان يدرك يعني وتلقى خبر هزيمة فريق الرجاء بعد التوقف الذي شهدته مباراة نهضة بركان والوداد بسبب انقطاع الإضاءة على الملعب. آنذاك الفريق لعب كل حظوظه في هجمة، يعني سجل هدف عن طريق اللاعب المميز في هجوم فريق الوداد، صحيح فريق الوداد كله مميز لكن نتحدث عن جودة اللاعب خصوصا اللاعب الأجنبي في البطولة الاحترافية، طالما كان الأمر مميزا بالنسبة لفريق الوداد تأكد هذا الموسم وتأكد في مباراة نهضة بركان بالأمس، ربما قد تكون مباراة التتويج وهدف مبينزا هو الهدف الذي منح أو سيمنح فريق الوداد اللقب. أكيد مميز ما يفعله فريق الوداد هذا الموسم، مدرب آمن بالمجموعة، هي ذات المجموعة التي توجت بلقب دوري الأبطال، نعم. مدرب يتحمل مسؤوليته، أيضا اللاعبين تحس بأنه هذا الأمر ينقله إلى لاعبيه يتجسد في أرضية الميدان، أي لاعب يدخل كما كان قلوا بلغة الدارجة يقضي الغراض، يعني أي لاعب يقدم ووليد الركريكي يخرج أفضل ما في لاعبه بالرغم من التشكيلة المحدودة، بالرغم من أننا نتفق ونكرر ذلك دائما يوسف بأنه جودة اللاعبين البدلاء ليست بقيمة اللاعبين الذين يدخلون في التشكيلة الأساسية، لأنه طبعا. أصبحنا نعرف تشكيلة فريق الوداد الأساسية عن ظهر قلب، وإذا كان الوداد فاز بهذه المجموعة بدوري أبطال إفريقيا وسيفوز منطقيا بالبطولة، فإن المستقبل أمام هذا الفريق إذا حافظ على دعائمه الأساسية ودعم بمزيد من العناصر. ربما من هو أفضل لاعب هذا الموسم في الوداد، من يملك ربما الفضل الأكبر إذا استثنينا وليد الركريكي مبينزا 14 هدفا هذا الموسم حسن في الفريق، هناك أيضا تاغناوتي الذي استفاق في الفترة الأخيرة بالإضافة إلى زهير المترجي، يحيى جبران، عناصر أثبتت أنها ربما قادرة على قيادة الفريق مع الإضافة الكبيرة لمبينزا الذي أصبح مملوكا للوداد لأنه كان معارا للفريق مع إمكانية الشراء، الفريق فعل إمكانية الشراء اللاعب وصار ملكا، وهذا دعم أساسي بالنسبة للوداد ولوليد الركريكي في الموسم المقبل. رأيك عبد الإله منصور في مبينزا هداف البطولة؟ وصراحة فاللاعب مبينزا فأي مدرب يتمنى يكون معاه، شفنا على انه كان حاسم في فريق الوداد البيضاوي هذا الموسم وسجل الاهداف اللي حاسمه، ففعلا فمهاجم اللي كنشوفوه انه كيعطي شيء كثير لفريق الوداد البيضاوي، وشفنا حتى تسومو ملي كيدخل حتى هو كيقوم باللي عليه، وشفنا على ان الميم بروفيل عندهم بجوج، يعني بحال ما كان بين زي ما كانش فكيكون تسومو حتى في لي شونجمون كيكون تسومو مكان بين زي، يعني الوداد من هذا الكوتي ديال لاطاك مهاجم اوسط فما لا خوف عليه. فتكلمتوا على التشكيله، ففعلا فان الوداد فصراحه باش كتفوز باللقب افريقي عصبه الابطال بهذيك التشكيله اللي هي ما
صراحه ما كافياش يعني كاين الفريق اللي كيدور بواحد 13 ولا 14 لاعب وبتفوز بعصبه الابطال. ولحد الساعه كنشوفوا على ان الوداد هو لي فافوري باش يدير اللقب ديال البطوله الوطنيه ومازال المنافسه على كاس العرش. فهنا كيبان ان العمل كبير ديال الوليد الكراكي وديال الطاقم اللي معاه وحتى ديال المكتب المسير وحتى الجمهور. صراحه كاينه مجموعه كتبان لك على ان فريق الوداد البيضاوي مجموعه اللي متجانسه واللي كيعرفوا في الوقت خصهم يفوزوا كيعرفوا الوقت كيعرفوا صراحه. ف تحسب الطاقم التقني ولا اللاعبين هذا الروح اللي كيلعبوا بها صراحه. طبعا شيء يحسب لاداره الفريق للمدرب وليد الركراكي. الان ربما حسن سيصبح الهدف الحفاظ على وليد الركراكي لان العروض ستنهال على المدرب اشرف داري ممكن ان ينتقل الى الدوري الفرنسي الى اونجي. هناك اسماء اخرى مرشحه للخروج، يحيى جبران الذي قد يطمع في فتره احترافيه اخرى لانه تقدم في السن وهناك عرض من الزمالك المصري، بالتالي المهمه الاساسيه ربما هي الحفاظ على النجوم الموسم المقبل. اكيد وهو الأمر الذي سيكون مطروحا بقوة على طاولة إدارة فريق الوداد الرياضي، فريق الوداد الذي قد يتوج بطلا يوسف نهاية الأسبوع بمناسبة الجولة 28 حتى قبل جولتين من النهاية في حال فوزه وتعثر فريق الرجاء في هذه الجولة، تعثر الرجاء بالهزيمة أو التعادل وفوز فريق الوداد سيمنح فريق الوداد اللقب الثاني تواليا. هو أمر لم يحدث منذ تسعينيات القرن الماضي بعد مرور ثلاثة عقود فريق الوداد. أكيد من هذا الانتظار سيحقق هذا الأمر، أمر مميز الآن الحفاظ على هذه الدينامية. صحيح لا شيء تحقق حتى حدود اللحظة، لكن الحفاظ على هذه الدينامية سيكون أول رهانات إدارة فريق الوداد. التجديد للاعبين، مقاومة العروض التي كما ذكرت يوسف ستنهال على اللاعبين، وبالأساس الأساس الحفاظ على المدرب وليد الركراكي حتى لا يقع للفريق قطيعة مع هذا التوهج. طبعا مستقبل زاهر يبدو لفريق الوداد ولهذه العناصر. المباريات التي تدور في هذه الأثناء نذكر بالنتائج، مولودية وجدة يتقدم على سريع واتزن بهدف دون رد، مباراة تعني الهبوط، ثم الجيش الملكي يستضيف المغرب الفاسي انطلاقا من 9:30 بالمحمدية بما أن الجيش يستقبل خارج الرباط. لم يبق لي سوى أن أشكر بداية عبد الإله منصور الذي رفقنا خلال هذا العدد. عبد الإله شكرا جزيلا.